هو الشوط الذي دائما يكتسب الأهمية الكبيرة، شوط تسلط عليه الأضواء، يتابعه المراقبون حتى يكتشفوا من خلاله أسماء سوف نتابعها في الملتقيات المنتظرة. على بركة الله إذن، بسم الله مشاهدينا الكرام، باسمه نستعين. هكذا تتواصل الإثارة مجددا هنا في ميدان التحدي. انطلقت هذه الجموع، انطلقت هذه الأسماء التي تبحث دائما عن إثبات الذات، عن الوصول إلى أعلى درجات التميز هنا في هذه الجامعة التي تعطي شهادات الامتياز، لا تعطيها إلا للمتميزين الحاصلين على المراكز الأولى المتقدمة. هذا هو الشوط الأول، هذا هو الشوط الرئيسي، سيد الأشواط مثل ما نكرر دائما، الشوط الذي يكسب اهتمامات الملاك ويحوز دائما على اهتمام كبير من قبل المضمرين الذين سوف يكون لهم شأنا هنا في هذه المنافسة. انطلقت إذن مشاهدينا الكرام الأسماء لنتعرف عليها معكم في هذه المتابعة الدقيقة، نحاول أن نرصد لكم كبائر الأمور وصغائرها في هذا التحدي. المركز الأول الدوحة تقود المسيرة لتكون على سدة حكم هذا الانطلاق، الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني والتضمير مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني مخيفة تتسلل، ولكن هناك من يتسلل إلى الصدارة، رويدا رويدا تتقدم الوجبة لتكون مع المقدمة، الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني الدوحة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد. مقدمة الشوط بدأت في الإقلاع، بدأت في الانطلاق، أقلعت مشاهدينا الكرام في ظل هذه الأجواء لتكون الرحلة آمنة، رحلة سليمة، رحلة موفقة للدوحة. الدوحة إذن مشاهدينا الكرام تقود شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني إلى ناموس، الشوط الأول الرئيسي، الشوط الخاص بسن الجداع. هذه إذن الدوحة تغير إلى مقدمة الشوط بعد أن كانت الأمور، بعد أن كانت القيادة والريادة مع العنود، أيضا مع العملاق سلطان بن محمد الوهيبي عند الكيلومتر الأخير جاءت عملية التسليم، استلام وتسليم كان من الدوحة للعنود. تهانينا إذن لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز الدوحة بالمركز الأول بدون أوامر. ها هي مشاهدينا الكرام تصل إلى خط النهاية، وخط النهاية يقف احتراما وتقديرا وإجلالا لهذا الوصول الكريم. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وإلى المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني الشحانية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الثالث ومضة لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. المركز الرابع جاءت فيه الوجبة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. والمركز الخامس كان من نصيب مخيفة لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير. مشاهدينا الكرام الشوط الرئيسي الخاص بالجذاع القعدان ينطلق، ولكن لابد لنا من الإعادة للتوقيت الزمني للحظة وصول الدوحة إلى خط النهاية، توقيتها 9 دقائق 22 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وإلى المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني جاءت فيه الشحانية، توقيت الزمني 9 دقائق 27 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وإلى الذهبي سالم بن فاران المري. بينما ومضة جاءت في المركز الثالث بتوقيت قدره 9 دقائق 28 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وإلى سليمان بن رويشد.